دكتور مروان المريري، في البداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا فيك. في البداية أيضا مستر مروان، خلينا نعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك، تفضل. أنا اسمي محمد مروان مريري، من مواليد سوريا، عمري 43 سنة، بشتغل بتصميم الأزياء وتجارة الملابس الجاهزة. جميل. أهلا وسهلا. خبرنا كبداياتك هون أو كجيتك على دولة الإمارات، كيف كانت بدايتك وكيف فتحت لحد ما وصلت لتيمة؟ البدايات كانت من 2006، كنا نجي على معرض القرية العالمية نحضر فيه معارض وكذا، كل سنة كنا نشارك بالمعرض، وبعدين شوي شوي سنة 2013 جينا بلشنا هون، فتحنا رخصة وبلشنا هون بالمشروع، مشروع بشركة تيمة. جميل، يعني عندك خبرة من قبل يعني في مجال الأزياء. نعم. جميل جدا. الخبرة اكتسبناها من الوالد. الوالد بيشتغل اي نعم اي نعم. حلو كتير. اكيد كل شخص طبعا بتكون عنده الخبرة الكافية بيبدع اكتر، واكيد قررت حضرتك تفتح البزنس الخاص فيك اللي هو تيمة. نعم. نعم. خبرنا مستر مروان ايضا عن الخدمات اللي بتقدمها تيمة. تيمة بتقدم، نشتغل احنا بتجارة الألبسة النسائية والألبسة البناتية وفستان وفساتين العرائس وفساتين الخطبة، يعني مجموعة كاملة بالألبسة اللي بتهم أهل الخليج بالذات والعرب بشكل عام. يعني حلو كتير. طبعا في هي اللي بتكون رجالي ستاتي ولا فقط بس نسائي؟ بس نسائي وبناتي. جميل. اللي هو أطفال من سن مثلا سنتين، خلينا نقول من سنتين ل 14 سنة. جميل. تمام. محير السن محير، والبناتي والنسائي بتعرفي المقاسات يعني موجود لكبار السن وصغار السن. طبيعي طبيعي كله. نحن بنشتغل مطرزات وصناعات يدويه، اغلب شغلنا كله مشغول بالايد، ويعني بنهتم بهذا الموضوع جدا يعني من اساس. وقت كنا بسوريا نحن مختصين بهذا الموضوع، يعني عم بتصنعوا شيء بالايد، هو مش شيء من برا. لا لا لا، كله صناعه الامارات، كله مصنعه هون. نحن بإمارات عندنا مصنع خاص وعندنا آلات مصنع عندنا هون. وطموحاتك بالنسبة لإلك ولتيمة أيضاً. أهدافنا إن شاء الله إحنا بشركة تيمة، نتمنى أنه إن شاء الله نكون لنا فروع بكافة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله بكافة دول الخليج والعالم العربي بشكل عام. إلا بدول تانية أفرع. تمام. بس يعني بشكل محدود يعني. بس إن شاء الله بتكبر بإذن الله. إحنا مكاننا بصناعية عجمان بشارع بيروت جانب تسهيل.
جميل. شركة تيما لتجارة الملابس الجاهزة. جميل. أكيد أعزائي المشاهدين حتلاقوا أرقام التليفونات والإيميلات والويب سايت في أسفل الشاشة، انتظرونا. وأكيد مستر مروان خلينا شوي نروح لجانب وطني في برنامجنا، نحكي شوي عن نعمة الأمن والأمان وعن الاستثمار. كونك مستثمر داخل دولة الإمارات ما شاء الله، كيف بتشجع المستثمرين خارج الدولة إنهم يجوا لهون يستثمروا داخل دولة الإمارات؟ الإمارات العربية المتحدة بلد خير وأمان. صح. الحمد لله، والله يديم الخير والأمان عليها دائما وعلى سائر الدول إن شاء الله. فهي الأرض خصبة للاستثمار. مستر محمد مروان، دائما وأبدا في نهاية برنامجنا بنوجه رسالة شكر للشيوخ وحكام دولة الإمارات. طبعا بنوجه رسالة شكر وتقدير وحب لحكام الإمارات، الشيخ خليفة ابن زايد الله يقوي ومد بعمره، والشيخ محمد ابن زايد، والشيخ محمد ابن راشد، والشيخ حميد النعيمي، والشيخ عمار الله يخلينا ياهون والله يبارك فيكم، ويا ميت أهلا وسهلا وشرفتونا. أنا بحمد الله عز وجل أنه هيك الله جعلنا نفتح نعمل مشروعنا هون ونشتغل بدولة الإمارات، والحمد لله كانت الاختيار صح 100%. الحمد لله. الحمد لله. دولة الإمارات هي الدولة ممكن نحكي الأولى عربيا وأيضا عالميا ممكن في الاستثمار. لحنا وقت حاولنا نعمل استثمار ونفكر بدولة، يعني دورنا كتير دول عدة، يعني كان في قدامنا خيارات كتيرة ما لقينا أنسب من دولة الإمارات، والحمد لله كان اختيارنا موفق. صح. الحمد لله رب العالمين. مستر محمد مروان، ايضا بدنا نرجع نذكر السادة المشاهدين بموقع المحل. تفضل. موقعنا بإمارة عجمان الصناعية الجديدة شارع بيروت جانب تسهيل، شركة تيماء لتجارة الملابس الجاهزة. اهلا وسهلا فيكم، احنا دوامنا من 10 صباحا ل 10 مساء. I'm not afraid.